هلا صار له شهرين قطب ما فكن ولا علاج تعالج. طب انا شو اعمل هلا بحالي؟ ابني بده متابعه علاج لسه، يعني عمليه قلب مفتوحه جديده بده متابعه علاج، عم بشيله وشيل برايح جايبه من محل لمحل. أنا ابني مريض عمره 10 سنوات، من 2000 من سنة 2021 بروح برجع، بده عملية قلب مفتوح. من سنة 2021 لحد الآن بروح وبرجع أجلوني شهرين وثلاثة وأربعة، المهم لآخر شيء وصلنا لهالمرحلة هي على الشهر العاشر سنة 2023، وأنا كان عندي وضع ابني كتير تعبان. كنت أشيله وشيل من محل لمحل، وضعه كتير تعبان. المهم إجينا على المشفى، فتنا على المشفى، أنا ما بعرف أحكي كلمتين تركي. حطونا مترجمين وهالامور هاي، اجوا لي قالوا لي العمليه انت حاليا بدك تعملها على حسابك. قلنا لهم تمام، شد المبلغ العمليه بدها تكلف، انا ما عندي بس في اهل الخير بده يساعدوني فيها. طلبوا مني مبلغ 50,000. اجى فاعل خير دفع الزلمه، الله يكثر له خيره، عالجوا لابني. بعد يومين ثلاثه طالعوه من العنايه، عملنا العمليه طالعوه من العنايه، اجينا على المشفى لهون جد يخرجونا. بتفاجئ فيهم، عند اللي خرجوني جابوا لي فاتوره مبلغ 82,000. قلت لهم انا ما عندي علم بهالامور هاي وانا ما باستطاعتي ادفع هالامور هاي. قال معك من مهله اسبوع تدفع المصاري، ما بنستقبل ابنك مراجعات. وحاليا هلا صار لي شهرين عمل العمليه لابني، انا رحت 5 مرات على مشفى الجامعه ما استقبلوني الا ادفع المبلغ كامل بعدين ليفتحوا لي قيد. ورحت على كلس، رجعت جددت ورائي، جبت احاله نظاميه ورجعت اشتغل القيد، ورحت على المشفى ما رفضوا القرار، رفضوا يفتحوا لي قيد الا ادفع مبلغ 82,000 وانا ما باستطاعتي ادفع. وبعدين انا هلا ممنوع اطلع، حاطين اسمي على المعبر انه ممنوع اطلع الا ادفع العليل المبلغ. ابني بده متابعه علاج لسه، يعني عمليه قلب مفتوحه جديده بده متابعه علاج، عم بشيله وشيل برايح جايبه من محل لمحل. يعني الله بيعلم، الله بيعلم ايش عم بصير جواتنا، والله بيعلم شلون عيشتي وعيلتي هنيك عايشين، وخليها ربك احسن الشيء استاذي. يعني مقهورين من جوات قلبنا، يعني كثير والله.